استاذ محمد برضو اخد راي حضرتك في عمليه كيف نسوق لهذا الحدث التاريخي على المستوى القاره الافريقيه، وازاي نستفيد احنا كمان من هذا الحدث. يعني لازم نستفيد، مش بس مباراه وبتعدي وتنظيم بيعدي، ازاي نستفيد؟ عندنا وقت طويل جدا، نستفيد ازاي احنا من هذه او من هذه المباراه ومن الحدث التاريخي ده؟ بص يا كابتن، يعني اللي على منصه التتويج مصر طبعا، مصر على منصه التتويج، فاز الاهلي فاز الزمالك، احنا كالدوله المصريه هي اللي موجوده على المنصه، هي اللي تتوج، هي اللي هتاخد الميداليه الذهب، هي اللي هترفع الكاس، هي اللي هتاخد الميداليه برضو الفضه، هي 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 كل حاجه. مصر انظار افريقيا كلها هتكون متجهه الى مصر، انظار العالم كمان، وانظار العالم كله يعني. طبعا عشان كده احنا لازم نشتغل على مصر، لازم نقدم صوره محترمه عن مصر، صوره قيمه عن مصر، صوره واقعيه، ما يكونش فيه خروج عن النص، ما يكونش فيه تجاوزات، يكون فيه التزام من اللاعبين، من المسؤولين، من الاداريين، من كل الجهات، يكون فيه استعداد وتنظيم، تكون فيه لائحه عقوبات واضحه ومشدده لاي حد هيخرج عن النص في هذه المباراه، لان مصر كلها هتضار من اي سلوك سلبي، ومصر كلها هتستفيد من اي سلوك ايجابي. لازم نقدم صوره محترمه عن مصر وعن الكره المصريه وعن الاهلي وعن الزمالك وعن قيمتهم وعن تاريخهم، بعد ما سطروا تاريخ كبير جدا وعملوا مجد عظيم جدا بوصولهم لاول مره في التاريخ الى المباراه النهائيه على حساب برضه فريقين من المغرب.